نعمل تاني وصفة من أول حلقة من حلقات أنجيلا، اللي هي كيك الذرة الكاريبي. ومقادير كيك الذرة: 1 كوب دقيق، 1 كوب دقيق ذرة، 2 معلقة كبيرة بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة ملح، 250 جرام زبدة، 1 كوب سكر، 4 بيضات، 1.5 كوب ذرة بالكريمة، 0.5 كوب أناناس مقطع صغير ومتصفي، ده لو هو طبعا من معلبات، و1 كوب جبنة تشادر مبشورة. الذرة اللي بالكريمة في ممكن نلاقيها معلبة جاهزة ذرة بالكريمة، لكن لو مفيش نصفي علبة الذرة من المية اللي فيها، نزود كريمة ونحطها على النار لمدة ربع ساعة على نار هادية خالص، هتدينا نفس النتيجة. دلوقتي هنحط الزبدة والسكر، هنضربهم مع بعض، وبعد كده هنبتدي نزود البيض واحدة واحدة. وبعد كده هنضيف بقية المكونات. هنضيف الدقيق، دقيق الذرة، ملح، بيكنج باودر، وهنخلطهم كلهم مع بعض. وآخر حاجة هنضيف بقية المقادير اللي فاضلة، اللي هي الذرة اللي بالكريمة، الأناناس، والجبنة. زي ما احنا شايفين حلو حادق تاني. ونخلطهم مع بعض. هتقعد في الفرن حوالي 40 أو 45 دقيقة. نفردها في الصينية وندخلها الفرن.